ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. آه طبعا، في فيديو احنا نزلناه امبارح عن بداية السيزون، سيزون 3، وكان في سلاحين المفروض نزلوا. عندك الكرونن اللي هو الباتل رايفل، وكان في السنايبر اف اكس، الاف جي اكس اللي هو الامبيريوم. طبعا رجعوا الوان شوت سنايبر، رجعوا كل الحاجات الجميلة دي، بس في كذا نقطة كده. عندك مثلا حتة الموفمنت اللي كانوا اتكلموا فيها، هو باختصار بس يا جماعة قبل ما أي حاجة، الفيديو ده عبارة عن إيه رأيي في السيزون ده إلى الآن، يعني من تجربتي ال 24 ساعة دول، إيه اللي قابلني وإيه اللي كويس وإيه اللي مش كويس لحد دلوقتي. بصوا يا جماعة، دلوقتي عندك نقطة مثلا الحاجات اللي ثبتوها في الباي ستيشن دي حاجة جميلة جدا، يعني في دلوقتي موضوع مثلا جاز ماسك وتقريبا السيلف ريفايف، بس الجاز ماسك ده متأكد منه، والديبلويبل رادار اللي هو الكرة الصغيرة دي اللي بتعمل لك زي ايه، زي يو اي في صغنن قوي كده في المبنى اللي انت فيه مثلا. اليو اي في تاورز اللي حطوها حلوة، بس انا شايف انها غالية، يعني المفروض ينزلوا سعرها شوية. ليه؟ لأن دي حاجة في السريع. ريبيرس كان فيها ميزة جميلة جدا، كان عبارة عن زرار بتدوس عليه خلاص انت كده شغلت يو في، انما هنا انا بقف بفضل واقف في انيميشن، بكتب شوية كده على الكمبيوتر وبعد كده يبتدي يشتغل. الانيميشن ده بياخد له مثلا ممكن 3 4 ثواني، 3 4 ثواني ده اكون اتفورت فيهم، فهو مش منطقي شوية، يعني هو مش منطقي، هو مش حاجة حلوة. ف دي نقطة. النقطة التانية حتة السنايبر، ان انت تخليها وان شوت، ماشي ده كلام جميل، خلي يا عم السنايبر نفسه هو وان شوت، لكن ما تقوليش تحط مثلا الاكسبلوسيف امينيشن. طب ليه مش ليه مش الانسينديري؟ يعني ليه الاكسبلوسيف؟ ما انت عارف ان الاكسبلوسيف الرينج بتاعه وحش، ليه انت ليه بتبوظ السكيل بتاعت اللي بيلعب بسنايبر؟ ما انا كواحد بلعب بسنايبر هضطر ان انا اقيم عالي، هضطر ان انا اعلي الايم بتاعي شويه لفوق علشان خاطر الطلقه بتاعتي تيجي في الدماغ. وطبعا كل سنايبر بيفرق عن التاني، يعني الانترفنشن او الاف جي اكس جميل، ولكن مش هو اللي هعتمد عليه. يعني انا جربته امبارح ونزلت عنه فيديو، السلاح حلو مش وحش، السلاح حلو جدا مش وحش، ولكن انا لو هعتمد على حاجه اكسبلوسيف راوندز انا هلعب بالام سي بي ار. سعادتك هتاخد الام سي بي ار تلفله الليفل الزياده، لو انت كنت مكسه هتفي ليفل زياده تضاف عليه، هتلفل الليفل الزياده ده، خلصت اتفتح لك الاكسبلوسيف راوندز، وهتحط سبريسور عادي جدا البيلد العاديه خالص، بس هتبدل امينيشن بايه؟ بالاكسبلوسيف راوندز. ماشي كلام جميل، هو يعتبر هو اقواهم، يعني هو حاليا اقوى. انا الفيكتوس كان اقوى بالنسبه لي، ولكن بعد تجربه لا، الام سي بي ار احسن واسرع بعد الاكسبلوسيف راوندز، انما لو هنلعب هاي فيلوسيتي الفيكتوس طبعا مش كلام. فانا دلوقتي انت بتحاول، انت ماشي، انت عايز ترضي جميع الاطراف، لا خلي يا باشا السنايبر نفسه، يعني مثلا الفيكتوس ام سي بي ار الانترفنشن او الاف جي اكس، هم دول بس اللي وان شوت في الدماغ. ايا كان بقى انا حاطط امينيشن ايه، عامل لود اوت ايه، هي وان شوت في الدماغ بس، انما ما تجبرنيش على نوع امينيشن معين. دي نقطه. النقطة التانية، أنا الصراحة كنت شايف إن المفروض حاجة زي السيلف ريفايف تبقى ثابتة في كل الفيندورز. أنا مش متأكد من حتة هي ثابتة ولا لأ، لكن أنا حاسس إن أنا ما شفتهاش في فيندور بدور عليها ما لقيتهاش. هما ثبتوا الجاز ماسك وثبتوا الديبلوبل رادار زي ما قلنا، ودي حاجة حلوة. ده تقدم حلو، لأن في ناس كتيرة طالعة عمالة بتتكلم إن السيزون وحش، السيزون وحش، السيزون وحش. طبيعي يا جدعان ان كل سيزون بيبقى فيه مشكله، ما هو اصل ده منطقي، دي برمجه، احنا مش هنعمل حاجه على مزاجنا، تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، ناس بتقعد ترغي كتير ان لا اصل في مثلا مشكله في مش عارف. بصوا يا جماعه، في ناس كتيره جابت اللعبه عن طريق ستيم، وفي ناس جابتها عن طريق بليزر. انا عن نفسي ماشي بمبدا، انا لعبت كول اوف ديوتي من اول 2019 بلعبها على ايه؟ على بليزر، فانا مش هخرج بره بليزر، يعني انا ليه نروح نشم فيها؟ ليه؟ ما هي بليزرد، خليك في بليزرد، مالكش علاقه بستيم. احنا في واحد صاحبنا كان معانا عنده مشاكل في الدروب فريم، وناس كتير قوي اشتكت من الدروب فريم على فكره.
عمل سويتش لبليزرد، الحمد لله مشاكله اتحلت ومفيش اي مشكله. ملهاش لازمه. انا ستيم مشاكلي معاه بالنسبه لي انا كشخص باتل فيلد 2042، عشان افتح اللعبه لازم افتحها على 3 4 مرات. ليه يعني؟ عشان بيعمل لوج ان من هنا لاوريجن. طب ما اجيبها من اوريجن وخلاص، انا لو كنت اعرف ما كنتش جبتها ستيم، بس اديني اتعلمت. فده مثال بس كده سريع. احنا دلوقتي يا جماعه لسه في حاجات هتتضاف في اللعبه. الناس اللي بتلعب دي ام زد هي هم عرفوا كويس جدا يلفتوا انظار للعبه، لان في ناس كتيره مثلا بتلعب باتل فيلد، باتل فيلد ليها سيستم غير كود خالص. الناس اللي بتلعب في ستريمرز مشهورين جدا زي جاك فراكس، الناس دي كلها كل دول باتل فيلد من زمان. دلوقتي دي ام زد يعني ما بيلعبوش الا دي ام زد، وعمالين بيطوروا في دي ام زد بشكل حلو. انا ما بلعبش دي ام زد بس فيها افكار جميله دي ام زد. يعني انت مثلا واحد لسه بادئ اللعبه جديد، لسه هتقعد تلفل؟ لا، كم واحد من صحابك فاتح الاسلحه يخش يا باشا يرمي لك السلاح، اهم حاجه ان انت تسرفايف تعيش عشان تقدر تعمل اكسفيل. يرمي لك السلاح، تاخد السلاح، اعمل اكسفيل، السلاح بتاعك اتفتح مصلحه. وعمالين بقى بيضيفوا في شويه حركات كده وبتاع ومش عارف ايه، كل ده حاجه جميله، كل ده حلو بيجذب ناس. مثلا حته ان انت منزل ماسيف ريسيرجنس بتاعه المزرعه. بصوا يا جماعه، ريسيرجنس ده مود حاجه كده لوحدها، ما ينفعش ان انت تلعب فيها. المزرعه باتل ريال اشيكا ايلاند ريسيرجنس، تمام؟ انك تقول لي ماسيف ريسيرجنس في مابا اوبن زي دي 150 واحد ريسيرجنس، ده عبط الصراحه. والمابا هي الاحساس بتاعها بي ار مش احساس ريسيرجنس. انت بتخش كده طالما داخل ريسيرجنس انت دماغك متبرمجه ان انا ايه هبش كذا مش عارف ايه، تحركاتك نفسها الجيم سنس بتاعك في ريسيرجنس غير بي ار. ففي تخلف بيحصل وانت بتلعب. فالصراحه انا لعبت جربتها كده جيمين ثلاثه ما عجبتنيش خالص، لان المابا كبيره جدا، يعني هي كبيره 150. لا انا رايي انك كنت تضيق السيركل شويه عشان ما في اكشن، يبقى في اكشن خلي السيركل ثابته. يعني ما تختار ليش مثلا مكان لا مكان كله مباني او كله كده. كل مره انا عارف ان انا هنزل هنا، دي البوردرز بتاعتي، انا عارف ان انا كل مره هنزل في الحته دي، وهتفضل تضيق. ما تخلينيش قاعد مستغرب السيركل هتقفل فين، لا هي كل مره هتقفل بالشكل ده وضيق شويه. ليه؟ علشان خاطر يبقى في اكشن. انما انا معظم الجيم بجري، يعني يا بجري يا انت في عربيه يا بتجري، اللي هو انا طب فين؟ وفجاه ممكن تموت من واحد مكمبر لان المساحات كبيره. انما انت لو مضيق الموضوع بالعدد ده في اكشن كده، في ناس كتير هيجي له فراستريشن، هيبقى عنده احباط مش طبيعي، ممكن يعمل ريج كويت من اللعبه طبيعي، لان في زحمه، العدد برضه كبير. فالصراحه حته انك تقول لي اشيل التريوز مثلا من اشيكا ايلاند عشان تلعب الماسيف ريسيرجنس، لا شيل، انت سيب اشيكا ايلاند زي ما هي، سولو دوس تريوز كوادز سيبها زي ما هي، والريسيرجنس ده ايفنت مثلا او فيتشر حطها فوق. عايز اجربها اجربها، مش عايز لا. انما انت تجبرنيش، انت معظم الوقت اللعبه دي في هي متقسمه، يا متوحد بيلعب سولو او سولو دوز، يا اما انتو تيم ناقصكوا واحد فبتخشوا تريوز ترزعوا شويه لحد ما صاحبكوا يجي تبقوا كواد. ده معظم اللعب عموما سواء بي ار او ريسيرجنس، عشان بس نبقى واضحين يا جماعه، تمام؟ فانت بتقعد تجيبها يمين تجيبها شمال، ايوه طب انا يعني المفروض اعمل ايه؟ طيب يا عم المفروض اعمل ايه؟ فعادي اهو تضطر بقى انك تستنى ممكن مثلا اسبوع علشان عبال ما يغيروا البلاي ليست. لا، اعمل يا باشا في كوميونتي تويتر، ايا كان انت عايز تعمل ايه، اعمل كوميونتي ان انا اعمل زي بول اللي هم عاملينها بقالهم فتره الصراحه، ولكن اعمل توسيع شويه للموضوع، اعمل توسيع شويه للموضوع ان انا اقدر اختار ايه اللي انت محتاجه في المالتي. انت ليه شايل شيبمنت عشان تحط لي مابا جديده؟ طب ما تسيبها، ايه المشكله؟ ما المابا اللي اسمها اكسبو تقريبا، ولا كان اسمها ايه، الصامت دي حاجه زي كده، اللي كانت لسه نازله دي في الريلودد وفي
فضلت موجوده تقريبا طول السيزون يعني طول بعد الريلودد موجوده ما اتشالتش. بيحطوا شيبمنت وبيحطوا شوت هاوس وهي برضو موجوده. طب ما تسيبها موجوده، سيبها موجوده، انت في اسلحه جديده نازله يعني، ما تسيبني اخش انجز نفسي وافتح كاموز وبتاع ودي اخشها لو عايز اجربها اجربها، انا ما تجبرنيش ان انا الفل فيها. تمام. ايام مودرن 1 فور زون 1 كان في حاجه جميله جدا بيعملوها هي وكل دور، كان السيزون بيبدا مع دبل اكس بي ودبل ويبن اكس بي ودبل باتل باس اكس بي. الثلاثه دول كانوا دايما بيبقوا شغالين، وفي الميد سيزون الثلاثه بيشتغلوا، وفي اخر اسبوع من السيزون برضو كانوا بيشغلوا دبل اكس بي. ايه الجديد؟ انت ليه مش بتشغل اكس بي؟ يعني ايه الحوار؟ او مثلا بعد ما السيزون يبدا باسبوع 10 ايام يوم مشغل لي اكس بي، هو يعني انت غبي؟ ما هو الاسلحه الجديده دي لسه نازله، ما هو مش كل الناس بتجيب مثلا الباتل باس اللي هو ابو 1100، في ناس بتجيب الباتل باس العالي التيرز بتاعته، في ناس بتقعد ساعات اكتر في اللعبه فبيفتح تيرز اسرع، في واحد بيشتري الباتل باس كله. فانت ليه بتقارن ببعضه؟ ليه ما بتسهلش على اللي قدامك؟ فدي برضو نقط الصراحه سلبيه عندك. مثلا بالنسبه للبلاك سيل اللي اتضاف، صراحه الباتل باس ده فكرته جميله جدا، على الرغم ان هو مش حاجه مبتكره، بس على الاقل يحسسك ان فعلا في فرق في الفلوس اللي هتدفعها. تمام، يعني فعلا في فرق في الفلوس اللي هتدفع، فدي نقطه كويسه جدا. عندنا ايه تاني؟ احنا قلنا اتكلمنا في الاسلحه. انا الصراحه شايف ان السنايبرات عشان نحل مشكله البولت دروب الرهيبه دي، اظبطوا البولت دروب، يعني خلي البولت دروب قلل القرايات بتاعتها شويه، ما تبقاش بالشكل المتخلف ده. الصراحه انا ساعات ببقى شايف الطله وهي نازله، يعني مش منطقي، مش منطقي، انت بتبوظ السكيل بتاعت اي واحد بيلعب سنايبر. يا اما يتظبط القرايات دي، يا اما تخلي هم الاسلحه الثلاثه دول هم دول اللي بي وان شوت، زي ورزون 1. ورزون 1 كان ايه؟ كان الاتش دي ار وكان الاي اكس 50 وكان السلاح بتاع فانجارد، مش فاكر كان اسمه، كان اسمه ايه يا ربي، والله ما فاكر اسمه. السلاح بتاع فانجارد كان السلاح الكبير قوي ده برضو كان وان شوت، كانش فيه تقريبا، هم كانوا ثلاثه ولا اربعه، والجورينكو، والجورينكو برضو كان وان شوت في الدماغ. طب ما هو في اسلحه اهي معروف ان ده بتاع الوان شوت، ده بتاع الوان شوت، بس مثلا كان بيعمل لك ايه؟ ريكويل سيكا، يزود لك ريكويل، مش عارف ايه، ده اللي انت تعمله، لكن ما تقوليش اختار اميونيشن معينه عشان خاطر ايه الهبل ده. فطبعا دي مش حاجه حلوه، ولكن في نفس الوقت الصراحه الواحد ما صدق، يعني الواحد ما صدق، هي انك تلعب بيها هي تشالنجينج جدا على فكره، هي مش سهله خالص، ولكن احسن من ان انا ابقى بدي واحد في دماغه هيد شوت ويقول لي كراك. يعني ده مش منطقي يا جماعه، مش منطقي، مش منطقي. انا بضربك بسنايبر، بضربك بسلاح 50 كاليبر، اضربك طلقه في دماغك يديني كراك ازاي؟ وواحد من مسافه كده ماسك لي ال ام جي ولا ماسك لي ايه ار يفرمني يبيمني، يعني حاجات كده ايه، مش ما كانش منطقي. الحمد لله التقطيع بتاع اول الجيم اللي كان كل الناس بتشتكي منه بقى لها تقريبا موسمين كاملين، في السيزون ده تقريبا شبه اختفى، يعني التقطيع ما بقاش زي الاول. ان انا كنت اول جيم ده ممكن مثلا اول دقيقتين بعد الورم اب، الورمنج اب اللي كان في الاول، انا ممكن مثلا كنت بقعد بتاع دقيقتين ونص مثلا مهنج ماشي بقطع. فدلوقتي الحمد لله الى حد ما يعتبر مفيش، ده شبه خلص. تمام، معظم الحاجات اللي اتعملت، في حاجات افوروا فيها يعني قوي، اللي هو ايه، انا حسيت ان بقى هيبقى في حاجات رهيبه قوي هتتغير، بس هو 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 تغيير، يعني هو الى حد ما، لا هو تغيير، في حاجات اتغيرت بالفعل، بس لسه في تاني، هو لسه في جاي تاني. في برضو يعني في بس ناس يا جماعه، هو في ناس بتهيت على اللعبه وخلاص، يعني في ناس هي اللعبه مش عاجباهم، يعني والله لو عملت ايه، هو مش عاجبه اللعبه،
ف انت حاجه من الاتنين، انت كده كده مش هتيجي تلاقي حاجه جديده، اللعبه دي هي كده زي ما هي. هاي بيطوروا فيها شويه، بيطوروا فيها شويه، وفي حاجات عماله بتتضاف اهو. هي كانت موجوده قبل كده بس هي بتتضاف اهي، يعني في حاجات بالفعل موجوده، في حاجات بالفعل هي عماله، في تحسينات فعلا بتتعمل، ولسه في كتير جاي. فالناس، في ناس انا بلاقيها عماله بتهيت على اللعبه قوي، وهم ما يعتبر شيء ما بيلعبوهاش، او هم كاجوال اصلا. فانت ما تاخدش حاجه، ما تقعدش تدي نقد على حاجه انت مش واخدها جد. لما تاخدها جد، او انت فعلا بتحب انك كل يوم تلعب اللعبه دي، ساعتها نتكلم، انت ليك حق انك تدي نقد على اللعبه. انما انت واحد ما بتلعبهاش، فانت بناء عن ايه بتنتقد؟ وصلت؟ بس انا رايي الصراحه الناس تدي فرصه تاني تشوف اللعبه، جابت معاك سكه اوكي، ما جابتش خلاص. لان على فكره يا جماعه، الناس اللي بتتكلم على السكيل جاب وبتتكلم على الحاجات دي، تلات ارباعها ما بيعرفش يلعب، عشان بس نبقى صراحه مع بعض. لان اللي بيشتكي من السكيل جاب بيلعب برضه هورزونتال، فهي مش فارقه. مش فارقه، مش السكيل جاب هي حجتك. هي خلت ناس ما بتعرفش تلعب بقت بتعمل كلات وبتاع، ماشي. هنا بقى انت بتدور انك ازاي تاوت بلاي، هو خلاك تشغل دماغك، لعبك يبقى تكتيكي اكتر، عكس الاول كنت بتخش وتنط في وسط الاربعه عادي جدا تجيبهم. فاحنا كده بالمختصر المفيد يا جماعه، ده كان حاجه كده بسيطه عن الوضع حاليا. لسه في تاني نصيحه، الكرونن الباتل رايفل الجديد حاول تلفله في اسرع وقت ممكن تلعب بيه، لان السلاح ده تحفه. الفيديو اللي فات اللي انا نزلته، اول فيديو في السيزون ده، موجود فيه اللود اوت بتاع الكرونن. خش واعمل التونينج وظبط دنيتك، شوف كده السلاح ده معاك ايه. السلاح ده تحفه تحفه، ما تحسش انه باتل رايفل، هو حتى خفيف، مش زي الباتل رايفل، مش زي التاج في والحاجات دي. تمام يا شباب. وبالنسبه للسنايبرات، الام سي بي ار، عايز تلعب بسنايبر وان شوت ويكون معاك كويس، الام سي بي ار حاليا هو التوب تير بتاع السنايبرات في الوان شوت، مفيش سنايبر تاني احسن منه. الام سي بي ار، مش الفيكتوس، مش الاف، مش الاف جي اكس، الام سي بي ار. تمام كده، ده كان بالمختصر كده على قد ما اقدر كل اللي انا شايفه عن السيزون ده حاليا. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم حاجه يا جماعه اللايك، لان هو ده اللي بيفرق معايا فعلا، يعني هو ده اللي هيحرك القناه ان شاء الله. احنا الحمد لله وصلنا 1000 مشترك، ده بفضل ربنا ثم وفقه جنبي طبعا، وان شاء الله احنا دلوقتي بنتجه بقى لل 10000 وال 100000 باذن الله، والمليون ليه لا، مش عيب يعني. فباذن الله احنا مع بعض كده يا رجاله مكملين. زي ما قلت لكم، اللايك ده اهم حاجه عشان اليوتيوب يوصل الفيديو بتاعي لناس تاني. تمام يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.